نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن الكويت استكملت تسليم الرسائل الموجهة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لحضور الدورة 38 للمجلس الأعلى المقرر عقدها بالكويت في 5 و 6 من الشهر الجاري ديسمبر كانون الأول. أوضح المصدر أن سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى دول المجلس قاموا بتسليم هذه الرسائل.